احنا النهارده اوريدي الحد الخامس من صوم المقدس، يعني الحد اللي جاي حد التناصير، واللي بعديه حد الزعف وعلى العيد. كل سنه وانتم طيبين، الايام بتجري، ربنا يعيد عليكم الايام بخير. طب انتوا عارفين لما انا باجي شعاري ايه؟ لا ما جئت لألقي سلاما بل انقساما وسيفا. فربنا يعين ان شاء الله على الموضوع ده النهارده. السيت اب هيكون جديد شويه النهارده، فاحنا هنشوف فيديو وهنعلق على الفيديو ده. يعني احنا هنشوف فيديو، الفيديو 3 4 دقايق مش كتير، وبعد الفيديو ده بيورينا مشكله. انتوا شفتوا التايتل، التايتل اكذب ولكني ايه اتجمل، هو مستعار زي ما انتوا عارفين من فيلم. لكن لما تعرفوا او لما تشوفوا الفيديو هتعرفوا ليه احنا اخترنا التايتل ده. هنشوف الفيديو وبعد كده هننقسم ان شاء ربنا، وبعد كده نحاول نجمع اللي احنا هنقسمه ان شاء الله. لا بقى جرب الحواش عشان خاطر. حواش تاني؟ ماشي حبيبتي ماشي. طبعا لو قلت لها ان طعمه يقرف زي كل مره يبقى قللت نطين. هايل الحواوشي، هايل يا حبيبتي. مش ممكن سلم ايديك، انت كل مره بتعلي يا لهوي. ممكن بقى نكمل رنجة؟ سلم ايديك. عفوا، بقول لك قلت لطنط على موضوع انها ما تجيبش سويتس للولاد بالليل علشان خاطر يعرفوا يناموا كويس. طبعا يا حبيبتي طبعا، قلت لها وهي تفهمت جدا وهي محترمه القوانين اللي انت حاطاها للبيت. يعني هو ولا قال ولا عمل اي حاجه كالعاده؟ طبعا ما قلتش، عايز تتحكم فيا انا وامي. شادي لا بقول لك مش ملاحظ اي حاجه مختلفه. طبعا هو ولا واخد باله ولا مركز معايا. طبعا لو قلت لها شعرك هتقول لي لا الميك اب، لو قلت لها الميك اب هتقول لي لا الاكسسوارز. انتي دايما اموره ويعني منورف على طول، فمش بابا واخد بالي. ايه عملت ايه؟ خرمت خرم. صدقني انا كنت شاكك في الموضوع ده، انا قلت كده ان في حاجه. يا عم سيبني بقى. اغلبنا بتحصل معايا مواقف شبه كده، يا اما بنقرر ان احنا نسكت على امل ان المشكله تعدي، يا اما بنواجه بس طريقتنا بتبقى صعبه وتزعل اللي حوالينا، يا اما بنتعامل بدبلوماسيه ونبقى متوقعين ان المواضيع هتعدي بسلام. الحقيقه ان احنا كل مره بيبقى جوانا حاجه عكس اللي احنا بنقولها، احنا بنكبر في المشاكل اللي ما بيننا ومش بنقلل منها. شجع كل حد بيتفرج على الفيديو ده ان انت تتعلم ازاي تواجه وما تختارش، يا اما تسكت ويجي لك شويه امراض داخليه وتتكبت، يا اما ان انت تعبر بطريقه تجرح اللي قدامك. لكن لسه في طريق في النص، هو ازاي اتعلم اواجه اللي قدامي وابني في العلاقه من غير ما اهدم. انت عايز كاميرا اكتر من كده؟ تديني الوصلة بليز. شفنا الفيديو مش كده؟ طيب عشان نبتدي المناقشة بتاعتنا، شفتوا الأسئلة بتاعت الزوجة والردود بتاعت الزوج. فهنعمل فريقين، who is team wife؟ مين؟ لا ما ممكن يكون الرجالة برضو، يعني احنا we're very open. يعني اللي موافقين يعني هنا، مين هنا اللي غلطان؟ فاللي يقول ان الوايف هي اللي غلطانة يرفع ايده، يعني عايزين team wife. ما هي السيدة بتسأله. اوكي التيم التالت اللي هو ايه؟ ما تخلوش على فكرة
لا ده في مشكله كبيره قوي على فكره. هي دي مشكله ان انت مش شايفه ان في مشكله. ما هو دي المشكله. البيوت عمران على حاجه مخلخله. سو السبورتنج الوايف، الوايف على حق يرفع ايده. هما الثلاثه. طب مين حد متعاطف مع الراجل؟ طيب ده لا، ده في ستات هي متعاطفه مع الراجل. ما احنا هنكتبه، لسه هكتبه اهو لما انتوا اللي هتقولوا لي، وانا جاي اسمع منكم. انت متعاطف مع الراجل. Who's not? All right. طيب لا نتكلم عملي. فكل واحد كده يعني اللي حبي يبدا. احنا في الاخر طبعا هندي ملخص، بس هو طبعا في لبشة مشاكل في الحوار ده. اوكي، في حاجات ظاهره وفي حاجات مش ظاهره. ايوه هاني، مش انت اسمك هاني؟ انا ممكن اقول ان الراجل غلطان في الموقف اللي هو كان في النص لما سالته انت قلت لمامتك ولا ما قلتش. اوكي، فهو كذب. اوكي، يبقى ده بقى ما فيهاش اي تجمل، يعني ده كذب، كذب صريح. عشان كده احنا اخترنا ايه، انا لا اكذب ولكني اوكي ماشي. لكن يعني كان من الافضل ان هو يتناقش ويوصلوا لحلول يعني. اوكي، ده هو ودي هي. اوكي، سو هو كذب، دي اول حاجه. طبعا الدوافع وراء الحاجه دي هنجيلها بعد كده. ايه تاني شايفينه في الحوارات دي؟ اتفضل كيرو. انا شايف ان هي عندها حق في انها تحط رولز معينه في البيت بتاعها طالما هو موافق عليها او سايبها تتحكم فيها. فهي من حقها تحط سويتس او ما تحطش سويتس للاطفال. دي عندها حق، انا شايف كده. بس مش هو ده اللي مش دي مشكله. المشكله ان هو يعني هو ما اختلفوش. ان هو يعني هو الراجل والست مش مختلفين، يبقى في قواعد. المفروض في قواعد، وطبعا المفروض هو يحترم ده، ان هو يقول لاهله او لمامته انها to go by the rules. اوكي، طب ايه مشكلته هو وايه مشكلتها هي في الحوار ده؟ ده رقم 2. ان هو قال لها ان هو موافق بس هو مش موافق. اوكي، يبقى دي هي نسميها كذب برضو. فدي قلناها كذب. ايه تاني؟ تكبير دماغ. لا مش تكبير دماغ، ده دي اكبر من كده. هو مكبر دماغه ان هو ما يقولش لاهله عشان خاطرها، بس ات سيم تايم هو مش موافق على اللي هي بتعمله. يبقى المشكله هنا اللي انا هحطها يعني ان هو ما عملش اللي اتفقوا عليه. دي مشكله كبيره بين الزوج والزوجه. اوكي، فهو ما عملش اللي اتفق عليه، لم يطبق. ما تدون ماين مع عربي بليز. الاتفاق. اوكي، ايه تاني؟ لسه عادل رماج، تفضل. يس رماج الاول. يس هي انا مش معاها لما قالت وهو ولا قال وهو هيفضل طول عمره كده، او ما معناه يعني ان هو لا مش الشكل كمان مش انها شافت منه المواقف دي قبل كده كتير وعمرهم ما فتحوا بعض ان انت ثانك يو. فده هي عماله تجمع جواه. اوكي، دي ما عجبنيش. يبقى عندها هنقول ايه؟ عدم الصراحه، عدم المصارحة. وهنقول حاجة تانية، عدم الايه؟ لا وغير ما هي شايفة ان في ثقة. عدم ايه؟ عدم المواجهة. فدي عدم المواجهة. اوكي، ايه تاني؟ عادل. هي مراته في الفيديو كانت بتسأله اسئلة كتير، وهو كل مرة حس انه في فخ عايز يهرب منه فمش عارف، فهي بتزنقه فهو بيضطر ان هو يجاوب. فعشان كده هو كان يعني اوقات كتير يعني طبعا ده مش مبرر، بس هو اضطر مره يكذب واضطر مره يالف واضطر مره يخترع اي اجابه. فهي دي كانت مشكله منها، ان هو عماله تساله اسئله كتير وهو بيحاول ان هو يلاقي اجابه بس مش عارف. طب دي هنحطها تحت هي ولا هو؟ لا هي هي هي, 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 هي خلاص هي. يعني مش لازم يعني تزنقه لغايه لما تجيب اجله، خلاص سؤاله خلاص. اسئله كتير هنحط ايه مثلا؟ تحقيقات. فخ، عجبتك كلمة الفخ دي.
انت عارفين الوعظة المشهورة بتاعت ابونا بولس جورج، عارفين لما واحد بيسأله سؤال، فكان ابونا بولس الإجابة بتاعته تقول له: بص حبيبي، لما تيجي مراتك تقول لك قول لي العيوب اللي فيا ما تجاوبش، ده فخ. قول لك ده اوعى، اهرب لي خلاص نفسك. فدي من الأسئلة اللي هنسميها الفخ. اوكي، بس هي طبعا اكيد مش أسئلة، يعني هي مش هدفها الفخ، بس هي بتسأل، هي عايزة فاليديشن، يعني بتقوله ايه رأيك، خد في الحواوشي. انا اللي ما عجبنيش في الفيديو ده ان هو استبدل الحواوشي بالرنجة، انا ماليش في الرنجة قوي يعني، بس الحواوشي كان وحش قوي لدرجة ان هو الرنجة كانت احسن عنده يعني. ايه تاني؟ لا ده في كتير على فكرة. اتفضل. نعم، التوقعات دايما. قبل ما اتكلم بس اديني الامان عشان الحاجة الوحيدة اللي مش عارف اديها لك يا اشرف. تعرف الدنيا ساعة اليومين دول والجراج صعب شوية. لا هو التوقع، هي دايما الواحدة بتسأل في حاجة هي منتظرة رد معين ولازم يقوله، لو ما قالوش بتبقى في مشكلة. صح صح، برافو عليك. يبقى دي المشكلة، نحطها تحت ايه هنا؟ تحت هي. ايه بقى قالت ايه؟ او هنحط تحت ايه دي؟ توقعات؟ لا يعني حتى الواحدة دايما لما بتسأل انت مش واخد بالك في حاجة اتغيرت؟ طب ما انا مش لازم ان انا اخد بالي من كل حاجة، يعني حتى الديتيلز الصغيرة ولازم اتوقعها ولازم اقولها لك. لا ازاي؟ ده النظرة بالزبط. لازم لو تعرف بالظبط. فالواحد بيضطر ان هو غصب عنه لازم عشان الدنيا تعدي. ده هي وهي بتقول لك صباح الخير تعرف فيه ايه اللي بالظبط. لا طبعا. ايه هو ده؟ فلا بيلم الدور عشان بقية الايام يعني. ما طب هنقول توقعات. خد المايك. سيبه لي. انا هقول التوقعات وهقول عدم قبول الرأي الاخر او عدم قبول الصراحة. يعني ماشي، عدم قبول الصراحة. ماشي، ايه تاني؟ ها في كتير يا جماعة. صحيح، تاني الراجل اتفضل. كان في النقطة بتاعت الأكل، أنا معاه ومش معاه. لما هي قالت لها الأكل حلو تسلم إيديكي، وبعد كده بيقول لنا الأكل زي كل مرة، يعني ممكن يكون هو حاول يقول لها أن الأكل مش أحسن حاجة، يعني اعملي حاجة، وكان رد فعلها عنيف، فهو رايح دماغه مش عايز يخش في مشاكل. ما هي دي تبع التوقعات، فممكن تخش تبع التوقعات. فيعني لا بس انت قربت من حاجة تانية عايز أقولها برضو في الموقف ده. مش في بالي حاجة تانية صراحة. اتفضل. بس هو في تجنب للنكد. الله. يعني كلهم بيعملوا حاجه بوز في الاخر. يعني هم لو كل واحد بيعمل حاجه حتى لو عارف انها غلط بس بيتجنب النكد. ما انا مش واثق اقول لها الحواوشي وحش، انكد هيحصل ايه مثلا. طبعا في حاجات بتعدي. طب هل دي هو ولا هي؟ ده هما الاثنين حلوين فيها. لا ما هو لو هو بيتجنب النكد هنسأل نفسنا طب هو ليه في نكد؟ لو الحلقة بالظبط اللي احنا شفناها هو هي وين بتقرص جامد يعني، يبقى هي وهو. لا هو جدع. هو جدع. مش عيب، ده حاجة كويسة. ذكاء اجتماعي يعني. لا بس تجنب النكد it depends. انا بتجنب ولسه في مشكله ما حلتهاش، ولا انا بتجنب علشان احتوي اللي قدامي؟ دي فرق كبير. هو هنا بيتجنب علشان مكبر دماغه ويعدي اليوم يعدي، بس هي في مشكله هو ما حلهاش. هو طبعا المثل يقول لك الجري نص الجدعنه، ودي احنا كلنا متفقين على كده، بس هو كده ما حلش المشكله. بس ما بتعرفش تعمل اكل، هيحل المشكله ازاي؟ جيب من بره بقى يعمل اكل. لا اللي انا كنت يعني طبعا احنا ممكن احنا نقول هنا الاعاده التجنب النكد السلبي، انا هكتب عليه كده السلبي. تمام،
تجنب النكد، التجنب مش النكد، هو النكد دايما سلبي، هو ما فيش نكد ايجابي يعني. بص دي بتبقى فترات مؤقتة يعني وهترجع تاني يعني. اللي أنا كنت عايز أقوله في موضوع الأكل ده، اللي أنا كنت عايز يعني أسمعه منكم، إن هو كان بيقول زي كل مرة يقرف، فهو واضح إن هو لما بيقول رأيه بيقول رأيه بأسلوب إيه؟ مش حلو، واخدين بالنا؟ فدي برضو دي عنده هو، يعني هو إبداء الرأي بطريقة سلبية بتخلي اللي قدامك مش قابل رأيك، يعني هو ممكن قال لها قبل كده، لكن لو هو كل مرة بيقول لها أكلك يقرف أكلك يقرف أكيد مش هتقبل كده. يمكن لو كان قالها سل يعني كتر خيرك إن أنت عملتي يعني وعملتي مجهود وفكرتي وشفتي يوتيوب وجبتي كتاب وكده، بس المرة الجاية زودي، ده مقبولة. لكن لما كل مرة هو عايز يقول لها لك إيه الأكل اللي يقرف ده نروح ناكل برا، أكيد مش هتقبل. فممكن دي هنكتبها عنده هو، إن هو إيه هنسميها إيه، مش هتحاول. اه طبعا، لان هو دايما مهبط عزيمتها يعني، واخدين بالنا؟ الطريقه في الكلام، الطريقه في ابداء الراي، الطريقه في الراي، في ابداء الراي. اوكي ايه تاني؟ اتفضل. مش الطريقه بس، ممكن يكون الوقت كمان. يعني هي سالته وهي لسه تعبانه مخلصه اكل، ف ممكن يقولها كويس، انا مع الراي ده يقول كويس دلوقتي، بس ممكن بعدين يقول ما يستناش المره الاولى والثانيه والثالثه وبعد كده الاكل وحش. صح، ممكن بعدين في وقت مناسب يقولها. يعني الطريقه والوقت المناسب. الوقت المناسب، ماشي، دي صح، برافو عليك. لا ما هي لازم هتساله وهي على الاكل، ما هتساله بعد ما اكل. يوم طويل ويوم شاق وفي اي مشاكل وهو راجع، فبتساله على حاجات معينه مش شرط الاكل يعني اي حاجه تانية، فبرضه اختيار الوقت المناسب للتفاهم في حاجه معينه فيها اختلاف وجهات النظر لازم يكون الوقت مناسب شويه عند الاثنين يعني. صح، بس هي في الوقت ده هو واضح ان هو ما مدش ايده على الحواوشي، فهي بتقول له ما تاكل ده، هو ايه رايك بقى لما اكلته؟ فهي يعني ما هو لو ما قالتلوش كده مش هيمد ايده، وهي عايزاه يمد ايده علشان ياكل. لا يا راجل، هقول لكم حاجه عشان تعرف ان الواحد مش بحريته في الـ عارفين بتاعه قداسه بابا شنودة القصيده اللي هي انا في البيداء وحدي، في ربع كده اقول لك انا حر في، صح؟ لما اجي اقول الربع دي مره تبقى جامد تقول انت كنت حرا. انسى انسى. ولا حتى الترنيمة يا رب. بابا شنودة ماشي، هو حر، لك انت مش حر. anyway، فمين اللي كان بيقول؟ ريمون كنت بتقول على الطريقة بتاعت ايه؟ الافويدنج، مش كده؟ لا بتقول الوقت المناسب. الوقت، ما حد كان بيقول على الافويدنج دلوقتي او تجنب ال، طب ماشي، حد يقول حاجة تاني؟ اميرة اتفضلي. دايما متوقع منها سوء النية لما تسأله على حاجة تبقى فيه مشكلة، يمكن عايزة تاخد رأيه، يمكن عايزة تحسن من نفسها، يمكن قولي عشان أنا عايزة أريحك الحاجة الوحشة المرة الجاية هعملها حاجة كويسة. ليه دايما هو مش شايفها كويسة أو شايف إنها تحصل مشكلة بعد كده؟ لأن هو زي ما قال كل مرة لما بقول غالبا عشان هو شايفها وحشة، لكن هو لو شايف إن هي كويسة وعايزة تساعده او عايزه تعمل حاجه عشان تفرحه هيبقى فيه ان هو نقطه نتلاقى فيها عشان احنا الاثنين نحسن من بعضنا. انت مش عايزه تعملي مشكله، انت مش عايزه، انت عايزه تخليني انا ابقى كويس، انت صح، انت بتسالي علشان تخليني انا مبسوط، يعني بتساليني على الاكل عشان انت عايزه تعرفي الاكله الوحشه مش عايزها علشان ما تعمليهاش تاني او تظبطيها. انت بتسالي شكلي حلو ولا لا عشان يمكن الفستان ده مش عاجبك
فالمره الجايه لا مش هلبسه، او الطريقه دي لا مش هلبس. ليه متوقع منها دايما سوء النيه؟ انا هفترض افتراض، هفترض ان اللي انت بتقوليه هو صح، ان هو مفترض سوء النيه، بس برضه هفترض ان هو حاول قبل كده ان هو يبدي الراي وكان في عدم، دي اللي احنا قلناها اللي هو عدم قبول الصراحه. سوري انا قطعتك، بس هو لو احنا افترضنا في كل حاجه يبقى هو كذاب، هي كذا مره شافته فهو كذاب، فهو خلاص هي شافها عدم المصارحه، هي دايما مش بتصرح. فاحنا لو افترضنا في كل حاجه افتراضات، ما احنا هنا بنفترض، يعني احنا ممكن نفترض يعني، لكن I wouldn't say ان هو بيفترض سوء. احنا يعني هما الاثنين حلوين، يعني احنا مش بنقول هما الاثنين كويسين وعايشين مع بعض والدنيا متظبطه، بس في مشاكل هما مش بيحلوها، ودي اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، ان هما في حاجات في الفاونديشنز are not even addressing it، يعني مش بيتطرقوا ليها اصلا خالص يعني. بس يعني طب ممكن تبقى كده ان هو بيفترض افتراض سوء النيه، دي عنده هو مش كده؟ طبعا طبعا. دايما بتعمل امتحان يا ابونا، ما تقوله صريح عاوز ايه رايك في الفستان، لكن مش شايف حاجه فيا. ممكن في كذا كابل جديد داخل ميد الفيديو هو 2 مينيتس، عشان في كذا حد في معلش يا ابونا يعني استفتاء صغير بس استفتاء شو شور يعني. انا توقع انا لما مراتي بتسالني مثلا الاكل حلو ولا وحش، هل حد عنده شك ان لو قال الاكل وحش الدنيا هتمشي عادي؟ بس هو التوقع، لا التوقع وابداء الراي، وابداء الراي. هل لو حد قال الصراحه الايه؟ هل لو حد قال الصراحه يعني هيبقى هندخل في سكه تانية خالص بقى، يعني انا طول النهار واقفه وبعمل وعامله لك ده كله عشان انت تيجي في الاخر تقول لي ده وحش؟ ما ده بيتوقف على ازاي بتبدي رايك والوقت المناسب. لو قلت مثلا هو عايز شويه ملح زياده، يعني هي جت على الملح يعني هي لا لا انا هقول لك مش حلو عشان الضغط اصلا يعني. طيب علشان في كذا كابل دخل جديد فهنشوف الفيديو تاني. احنا بنعمل اترو شو لا بقى جرب الحواش عشان خاطر حواش تاني. ماشي يا حبيبتي ماشي. طبعا لو قلت لها انه طعمه يقرف زي كل مره يبقى قللتنا طين. هايل الحواوشي هايل يا حبيبتي، مش ممكن سلم ايديك، انت كل مره بتعلي يا لهوي. ممكن بقى نكمل رنجة سلم ايديك. عفوا اقول لك، قلت لطنط على موضوع انها ما تجيبش سويتس للولاد بالليل علشان خاطر يعرفوا يناموا كويس. طبعا يا حبيبتي طبعا، قلت لها وهي تفهمت جدا وهي محترمه القوانين اللي انت حاطاها للبيت يعني. هو ولا قال ولا عمل اي حاجه كالعاده. طبعا ما قلتش، عايز تتحكم فيا انا وامي. شادي لا بقول لك مش ملاحظ اي حاجه مختلفه. طبعا هو ولا واخد باله ولا مركز معايا. طبعا لو قلت لها شعرك هتقولي لا الميك اب، لو قلت لها الميك اب هتقولي لا الاكسسوارز. انتي دايما اموره ويعني منوره على طول، فمش ببقى واخد بالي. ايه عملت ايه؟ خرمت خرم. صدقني انا كنت شاكك في الموضوع ده، انا قلت كده ان في حاجه. يا عم سيبني بقى. على فكره افتراض سوء النيه من الاثنين يا اميره، اخدتي بالك ولا لا؟ لما هي بتقول هو لا قال لها ولا اي حاجه، وهو لا اخد باله ولا اي حاجه، وبعد كده ازاي تعمل خرم من غير ما تقول لجوزها اصلا يعني. دي عندها مش كده. ها اخدتوا بالكم من حاجه تاني مهمه جدا جدا جدا؟ ابونا بعد اذنك اتفضل. امس اس اتفضل. هو قال لها القوانين اللي انت حطاها لما قالت على السويتس. صح صح، يعني مش اللي احنا يا ودي فيها ايه بقى؟ ما انا كنت عايز بقى اقول له الحته دي، بس ما كنتش خدت بالي من ان هم ما بيتناقشوش اصلا في الحاجه اللي ناويين يعملوها، فهو سمع الكلام وقال ماشي وخلاص. برافو عليك، من غير اقتناع. وليه ايه تاني يعني؟ دي عندها يعني هنكتب دي عندها.
اوكي. ما فيش قوانين مع the in-laws او ما فيش علاقة مع الان-laws، بس دي مش هنخش فيها اول عشان ممكن تتوقف على الان-laws برضو، يعني انا مش عارفين الان-laws احوالهم ايه يعني، يعني ده موضوع تاني كبير قوي يعني. لا اخدت بالكو هو لما كان في الموقف التاني بيقول لها ايه، او هو بيقول في نفسه هتتحكم فيها انا وامي ولا ايه، دي فيها ايه؟ What does it imply؟ انه حاطت مين الاول؟ ماما. ده غلط خالص يعني. هو المفروض بعد الجواز انا بحضر نفسي ان انا هو اترك الرجل اباه وامه والتصق بامرأته، وده يعني ده حاجه فاونديشنال في الجواز، كون ان هو شايف ان انا وماما على مراتي، ان مراتي ما ينفعش تتحكم فيا انا وماما، يبقى هو عامل تو تيمز، وللاسف التيم بتاعه هو مع مين؟ ده غلط خالص، ده غلط خالص. فدي هنسميها ايه بقى؟ To me this is big يعني. أولويات. لازم تدينا كلام صعب يعني. أولويات. ولا وهكتب كمان الايه؟ يعني هكتب الترك. مش هكتب كلمة صعبة شوية. لكن أنا هكتب فين ال comfort zone. المفروض ان انا في الجواز بسيب my comfort zone to create a new comfort zone. هو واضح ان هو لسه عايش في الold comfort zone. انت ما تجيش علي انا وماما، نعمل انا وماما اللي انا عايزاه، قوانينك انت دي بتاعتك انت وولادك، لكن انا وماما محدش يعني، انا هسكتك وهسجدك زي ما بيقولوا كده بالعربي، لكن انا وماما يعني this is ده خط احمر. المفروض العكس، ان المفروض ان الواحد يقول مراتي خط احمر، ده المفروض اللي يحصل يعني. انا قلت من الاول انا لم اتي لألقي سلاما. حد يروح بعد كده شايف ابونا قال ايه، اسمعك تكلم ماما بعد كده. ايه تاني شباب؟ اشرف، اشرف انت متاكد عايز تقول حاجه تاني؟ بس هو سابونا اشرف. هو مينا قال حاجه ما كتبناهاش. ما عندها هي قوانين اللي قصدك ازاي؟ طب دي عنده ولا عنده هو؟ عنده هو دي. يا لا واضح ان هو يعني، لا واضح ان هو بيتفق اوكي اوكي، بس هو يعني ايه مش عايز يناقش القوانين يعني. دي انا ممكن احطها تحت التجنب النكد او لم مش بيتبق الاتفاق يعني، دي ممكن نقول عليها ايه اللي هي المناقشه الجانب الايجابيه. اوكي ايه تاني كنت عايز اشرف؟ جنرال يا ابونا، الراجل دايما اعتقد يعني ان قوة الملاحظة في الحاجات الصغيرة جدا 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 قليلة عندنا. فقصة تصيد الاخطاء، هي عارفة جوزها كويس جدا ان هو مش هياخد باله من خرم في الودن، مش لازم اسأله بقى على دي الا اذا كنت ان انا ناوي اعمل مشكلة. يا أشرف يا أشرف. دي طبعا هي مش كده؟ تصيد طبعا الفخ. لا انا هقولها حاجه تاني، هو معرفه طبيعه الاخر يعني. المفروض انا اعرف طبيعه الاخر واقبلها يعني، جزء من المحبه اللي بيننا ان انا اعرف. طبعا هو لازم في جانبين، لازم انا برضو اي تراي ماي بيست، بس اللي قدامي يبقى فيه ريزونبل اكسبكتيشن زي ما انت قلت في الاول يعني. فدي انا هقول يعني معرفه طبيعه الاخر او قبول طبيعه الاخر. حد كان رافع ايده هنا؟ ايوه
ليه واخدينها ان هي بتتصيد الاخطاء ليه؟ مش يمكن هو مش بيقول لها كلام بوزيتيف كتير فهي مستنيه بتطلع منه حاجه بوزيتيف؟ ما احنا لو شفنا مش هنعرف. يعني هي بتقوله مش واخد بالك من حاجه علشان هو يقول لها حاجه بوزيتيف. هي بقى ممكن تقول له ايه رايك في الكذا ده هو، فهو الكذا ده هيقول كلمه كويسه، لكن بقى اللي هو يعني دور لقيها وبعدين نقول الحاجه الحلوه، طب ما هو مش هيلاقيها. يعني ليه ما نبسطهاش على بعض؟ يعني عشان تبقى سنسير يا بونا، عشان تبقى سنسير، لكن لو قلنا له الحاجه المعينه قوي مش هتبقى سنسير لانه ما خدش باله منها لوحده. هو ما بياخدش باله. بكتير جدا. يا لا هو بص يعني ايه، هو يعني زي ما قال اشرف الاول خالص حكايه التوقعات، وزي ما اميره قالت الافتراض حسن النيه. لو في افتراض حسن النيه بين الاثنين، يعني هقول زي ما هاني بيقول كده، طبعا انا يعني اجين يعني this is just me، يعني المفروض اي حاجه ليس تسلط للمراه على جسدها بل للرجل، والعكس ليس تسلط الرجل على جسده بل للمراه. فالمفروض اي حاجه الست هتعملها في جسدها او الرجل يعمله في جسده، المفروض بغض النظر يعني عن المشكله دي، بس I would say زي ما هاني بيقول حبيبي انا جبت حلق جديد ايه رايك فيه، يعني عشان هي عارفه ان هو مش هياخد باله. لكن لو هي عارفه ان هو مش هياخد باله وبتمتحنه، ما لا واخد بالك يعني هما كانوا بيتعشوا وهي بتدي له الكوبايات والدنيا ماشيه، يعني الدنيا الامسيه ماشيه حلوه بيس. ليه نعديها بيس؟ ليه صعب عليها الليله تعدي بيس؟ ماشي اتس اوكي. طيب سو واضح ان احنا نشكر ربنا بخبراتنا. فقلنا دي المشاكل، يعني احنا قلنا ان هو عنده مشكله، ودي هقول عليها دي مشكله كبيره في الكذب. يعني الكذب دي مشكله مهما حصل، و should not lie. Nothing justifies lying. مفيش حاجه اسمها كذبه بيضه ولا كذبه سودة ولا كذبه رمادي. كذب يعني كذب. احاول اطلع من الموضوع من غير ما اكذب، that's okay، بس ده مبدا روحي. الحاجه الثانيه عنده ان هو ما تبقش هما، يعني دي من حاجات المهمه جدا بين الزوج والزوجه، ما دام اتفقنا على حاجه لازم نطبقها، ويبقى ايه والا ايه سبب الايه؟ ايه سبب التفاهم؟ قعدنا مع بعض واتناقشت، حبيبي لو سمحت ماما انا عارف ان هي تيتا وبتحب احفادها واعز من ولد ولد الولد، لكن هي بتجيب لهم سويتس كتير واسنانهم والكافيتيز والحاجات دي، بليز ممكن تقول لماما عشان ما تفهمنيش غلط، تقول لها حاضر حبيبتي، وبعد كده ما يعملش ده غلط. لان بعد كده هذا بيقود لايه بعد كده بقى؟ دي بقى يعني دي حاجه من اللي احنا هنكتبها بقى الهايلايتس دي بقى، يعني هي دي بقى الكور بتاع المشكله كلها. انا بدور على كلمه، الكلمه دي فاونديشنال. هاني اقول المشكله هتبقى في الولاد، وده اكتر بعدين، لانه هو هيحصل انه هيبقى في سؤال للولاد، تيتا او ماما وريفر اكلتك ده ولا لا، وهتبقى في مشكله والولاد هيشوفوا ان ده في مشكله. ام كلير ولا لا؟ كلير طبعا. يعني ما فكرتش فيها، ايدين جو ذات فار، بس يس اوف كورس. الولاد هتبدا الولاد تخش في موضوع هي تيتا اكلتك، وهو ممكن من بره برضو يقول احنا اكلنا النهارده سويت، بس نروح ماما فاحنا دخلنا دوتي في شريحه، دخلنا الولاد فيها، دخلنا فيها الولاد، والولاد صح. هيعرفونا أشر يعرفوا احنا الاثنين كذابين، مش بس بابا او ماما. لا هو ماما ما عملتش حاجه غلط، هي ماما قعدت مع بابا واتفقوا زي ما احنا سمعنا كده، بس هو بابا did not carry over، يعني هو ما وصلش الاتفاق ده زي ما عمل. ال big word اللي انا يعني I'm looking for نونا اتفضلي. انا حاسه كمان ان الام نفسها لو ما عرفتش ان مراته بتتضايق من الموضوع ده وجابها لها بطريقه بسيطه، ما تحسش ان هي يعني judging her او she's going against her، يعني ان بعد كده هتسبب مشاكل لان العيال هياخدوا برضو الاكل ده، فهي تقول له طب مامتك بتعند معايا، هي مش بتسمع الكلام، احنا اتفقنا على حاجه بعد ما انت قلت لها، بعد ما انت قلت لها، فهي ما كانتش تعرف ان هو ما قالهاش حاجه، فتسبب مشاكل between conflict between الست ومامته في نفس الوقت. yes. دي هتوصل برضو. انا بدور على كلمه I think it's one of the main problem. احنا كل لغايه دلوقتي ما قلناش ايه المشكله،
يعني دي طبعا دي المشاكل اللي احنا شايفينها، لكن الروت اتفضل ايهاب. الكلمه اللي بدور عليها تراست. ثانك يو. يس يس تراست. انا اكتبها في الاخر خالص كده علشان دي ايه هنحط ايدينا على ايه على المشاكل يبقى ايه هكتب معلش سوري بقى تراست. اوكي حد كان رافع ايده هنا ما خدتش بالي. We're good. طيب both ما هي بدام فيش تراست بين الاثنين. لا 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 بص انا اقول لك احنا هنشد خط كده اهو. سؤال اتفضل. لا انا كنت طيب. هقول بس بتأدي التراكمات يعني ان هم كل شويه الرصيد بتاعهم كده يعني وبعد كده ما في يعني يعني هصدقك ازاي بعد كده؟ ما هو زي ما هاني وقالوا زي نونا قال يا اما يعرفوا من الاولاد يا اما هتعرف من يعني هتتعرف في الاخر زي ما بيقولوا كده الكد ملوش رجلين واخدين بالنا فهيعرف بعد كده بقى فيش تراست خالص. فاي ثينك ذاتس ون اوف يعني ذا مين بوينتس هنا. تجنب النكد يعني نيجي لتجنب النكد اتس اوكي okay لو ايجابي يعني انا لو بتجنب النكد علشان سلام البيت لو انا بتجنب النكد علشان يعني ميك هيل فيل بيتر ذاتس اوكي لكن يعني مثلا ايه يعني مثلا she's not in the mood واخد بالك because of something she's going through at work something in the family hormonal whatever وانا بحاول اتجنب النقاش لان عارف ان دي فتره has nothing to do with us وهتعدي that's okay ده ايجابي لكن هي بتسأل سؤال أنا مش هجاوب عليه مش عايز أوجع دماغي بس ده هيخلق مشكلة زي ما احنا شفنا دلوقتي لأن في حاجات بتنخور في الفاونديشنز وأنا I don't address it ده نكد سلبي أو تجنب أنا آسف تجنب نكد سلبي make sense؟ حد كان رافع يده هناك؟ أنا عندي تعليق معرفش صح ولا غلط بس هو بقول إنك يبقى فيه تجنب النكد انا بحطه تكد لانك لا لا انا ما قلتش نكذب لا لا ما انا ما انا ما انا, ما أنا بقول لقصك انه انا شايف اذا انا مثلا انا بحاول يعني انا قلت لها لو قلت لها على حاجه يعني ان هم اكلوا سويت هتبقى نكد فهم اكلوا سويت ما هم ايه 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 احسن حاجه لقصك لا انا بتكلم على الرد بتاع انا بتكلم على الرد بتاعه يعني هو لما بيقول مثلا يعني ايه لا ده جميل انت كل مره بتعلي ومش عارف احسن هو كده مش عايز يسمع ايه مش عايز يسمع اي نكد منها انا لو قلت لها ده وحش او ده اصلا ما تسمهوش حواوشي او ده ممكن تسميه اي حاجه تاني غير حواوشي بعض الاراء بقى اللي احنا ساعات بنستظرف ونقولها يعني طب ما هي هتنكد وهي برضو اكلت رنجه وسابت الحواوشي يعني اكيد في حاجه برضو ما هو غالبا ده اللي مضايقني في الموضوع ان هي رنجه بقى الحواوشي يعني بس هو النقطه انا شايف ان جنرال من الناحيتين او يعني بالنسبه احنا يعني تاني بيقولوا ان الستات بينكدوا اكتر بس انا عشان ما ردش عشان يبقى في تجنب للنكد فانا هبدا يعني حطها قصدك زي ما انت عايز كد بيضه حمراء whatever is انا بشوف ان دوت كد يعني عشان ابقى في تجنب للنكد انا لازم مش لازم اكذب يعني ممكن زي ما بيقولوا بلغتنا احور في الكلام اخد ودي بس هي دي النقطه فانا بشوفه هو قد ايه نكد هو الطريقه اللي هو عملها بيها عشان كده بنسميه سلبي يعني غلط يعني هي كذب عشان كده نقول في الاول حاجه كذب رب اتفضل هو انا ملاحظ حاجه في الحوار بتاع الزوج دايما ان هو بيهرب ما بيواجهش يعني هو عنده مشكله ان هو بيواجهها او يناقشها يعني لا الاثنين بيهربوا لا بس هو اكتر هو ما بيواجهش وما بيدورش على حلول المشكله يعني هو لو واجهها وقال لها يعني تسلم ايديك الحوشي حلو بس ما تعملوش تاني يعني طب انا هقول لك حاجتين انا هقول لك حاجتين قالتها الزوجه اول حاجه قالت في بينها وبين نفسها قالت ايه هو اللي قال لمامته ولا حاجه هي عارفه كده وبرده هربت وما واجهتش كده فده هروب منها برده الحاجة التانية لما سألته على إيه المتغيرات هو لا هياخد باله ولا حاجة واضح إن دي حاجة مضايقاها وبرضو ما قالتلهالوش فهم الاتنين بيهربوا ودي مشكلة
لو الاثنين بيهربوا من بعض ومش عارفين يواجهوا بعض، دي اللي هي حطيناها عدم الصراحه، ده غلط. ده builds up بالظبط. ده اللي انا قصدي، ان هو بيكرر المشكله. المشكله مش هتتحل، هتفضل تتكرر، واسلوبه كده هيعمل مشاكل تاني اكتر، لان هي هتفضل محوشاله هيعمل مشكله كبيره، ان هي عدم المواجهه للمشكله نفسها. يعني هو كان ممكن يقول لها مش هقدر اقول لماما ان هي ما تجيبش مثلا حلويات للاطفال، هتتضايق مني، ممكن ندور على حل تاني، ناخدهم منها ما ناكلهمش او نديهم كميه قليله كل يوم. يعني يفكر في حلول معاها، يعني يواجه. ما ده المشكله، ان هو قال اوكي وما راحش قال. ما انا شايف المشكله من الزوج، ان هو ما بيواجهش، ما بيتناقش معاه. اه ما قالهاش ايه؟ لا قال لك انا هي هتتحكم، قال لك هتتحكم فيا انا وامي ولا لا؟ طبعا لا قال لا، هو قال انا قلت لها ولا حاجه. طبعا هو قال كده، انا لو قلت لها ولا حاجه طبعا هتفكر انها هتتحكم. يعني الراجل، ما دي اللي قلنا. طيب علشان ما طولش عليكم، فيبقى المشكله في كمان الطريقه في ابداء الراي. يعني هنخش بقى في الحلول. يعني احنا نطلع من اللي احنا قلناه ده، هقول لكم ايه حلوه يمكن انا قلتها قبل كده في الاجتماع، وبقولها في يعني عملنا ثيرابي مع بعض، حاجه بيسميها الساندويتش ثيوري. سمعتوها مني قبل كده؟ ايه الساندويتش ثيوري ده؟ دي انا باخدها من كذا حته في الكتاب المقدس، بس يمكن اكتر حاجه واضحه فيها في سفر الرؤيا، لما كان السيد المسيح بيبعت رساله الى ملاك كنيسه افسس. قال له ايه؟ قال له انا اعرف اعمالك وتعبك وصبرك واحتمالك وخدمتك و و و، اوكي، حاجات ايجابيه كتير كده، وراح كده حط العتاب، لكن عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، اذكر من اين سقطت وتب، وبعد كده والا اجي وازحزح منارتك. وبعد كده قال ايه؟ اعرف عنك ايضا انك تقوم اعمال، وهكذا، وحط ايه ليست بوزيتيف تاني. فحط عتاب واحد ان بتوين تو ليست اوف ايه بوزيتيفز. ما ينفعش ان حاجه مش عجباني اقول لها اكلك يقرف، هو انت ممكن تسوي يعني ممكن تسميه اي حاجه غير حواوشي، او ايه اللي انت فاكر من نفسك بتطبخي، والحاجات اللي احنا بنقولها ايه القرف ده، زي ما قال يعني، سوري في الكلمه بس هو استخدمها يعني، فده مش صح. فلو انا هقول رايي، ابتدي الاول بطريقه ايجابيه، اوكي. سو اول حاجه احنا كتبناها التراست، تاني حاجه نبتدي ايه؟ ابدا ايجابي قبل ابداء الراي. اما هي ساندويتش، ما احنا قلنا ساندويتش ثيوري. يس، ايجابي غير لما هي ترد عليه ايجابي. انا بس ببتدي بهو، انا لسه جاي هي يعني. فانا هقول لها مثلا، انا في لو انا في الموقف ده وهي بتقول لي ايه رايك في الحواوشي، ما ينفعش اكذب، ما ينفعش اخاف من مي يعني، ما انا وهي واحد، هي وانا واحد، ما ينفعش يبقى في خوف. ما دام في خوف يبقى في حاجه غلط اصلا، حتى لو الخوف ده خوف من نكد، واخدين بالنا؟ حتى والخوف ده بكبر دماغي. لما ما ماشي، ما عشان هو هي عشان هي ما تزعلش. لا، ما هو احنا هنيجي على الطرفين. اول طرف في الحته دي هو اللي هيبدي الراي. الناحيه الثانيه هي لازم يكون عندها الاكسبكتيشن ان ممكن يقول اه حلو، ممكن يقول لا مش حلو، ولازم تقبل كده. طالما ان هو بيقولها بطريقه مقبوله لازم انا اقبل كده. ما ينفعش ان انا اقول ايه رايك ومش هقبل حاجه غير دي كويسه، انا كده بصعبها عليا وعليه، انا اللي بخلق الخوف، انا اللي بخلق الفجوه دي، لان انا لو عملت كده عمره ما هيقول لي طريقه، او عمره ما هيقول لي رايه بصراحه. فانا هقول لكم مثلا ايه موديل، وانتوا تقولوا له ايه رايكم في الرد ده. لو هو مثلا هي قالت له ايه رايك في الحواوشي، طبعا هو لازم يدوق علشان يشجع، واخدين بالنا؟ فلما يدوق ويلاقيه مش حلو هيقول لها ايه؟ في حاجات ايجابيه، يقول بص كتر خيرك ان انت اخذت الوقت، ان انت جايه تعبانه بعد الشغل، وانت اتفرجت على اليوتيوب، وان انت حاولتي وعملتي، كتر خيرك، ثانك يو سو ماتش، اي ريلي ابريشيت ات، بس المره الجايه تزودي كذا، المره الجايه خلي بالك من كذا. بس برضو زي الساندويتش ثيري بقى،
بس كويس ان انت بتجهدي وبتحاولي ان انت تعملي حاجه انت ما عملتهاش قبل كده، صح ولا مش صح؟ معنى كده ان هي عندها مشكله ان ما بتعرفش تطبخ. طب المشكله ان انا اقول انا ما بعرفش اطبخ اصلا؟ ماشي، بس هي بس الايجابيه هي بتحاول، ما ينفعش تيأس. هل هو الوحيد اللي ده؟ بس لو في بالظبط هي كمان اكيد عارفه ان الاكل وحش، يعني لو الاكل يقرف زي كل مره وانت عايزه هي ليه تقول على اكل هي؟ ايوه المشكله لا. انا لو عامله اكله والاكل وحش انا بقول الاكل وحش قبل ما هو يقول، يعني هو ما بيقولش اصلا بس انا اللي بقول واضح ان الاكل وحش، فايه المشكله يعني؟ انا مش قادره احط ايدي. المشكله ان هي عايزه تشجيع، يعني هي عارفه ان هي ملهاش في الاكل بس نفسها، وواضح برضو من الفيديو انه رأي جوزها هممها، which is something هو المفروض يأبريشيت، لان في زوجات يعني رأي جوزها ما انت ما تفرقش معايا، يعني انا عندي اصحابي يعني اوكي هي بتحاول بس الموقف الفيديو بيقول انها عندها مشكلة مش صح عايز يطلع اي حاجة وخلاص، يمكن هي البنية بتعمل اكل حلو من وجهة نظرها اكلها حلو. احنا ما دقناش الحواوشي فما نعرفش هو شايفها هو شايف ان هو شايف ان في حاجه فهو وحش برضو مهما عملتي وحش انا كده وحش. لا لا بص هقول لكم، بس هي المشكله بتتلخص في ايه؟ الاكل وحش، هي ملهاش في الاكل، ما ينفعش يكون الحل ان انا اقبل الحقيقه دي وياس، لازم هحاول، وكونها ان هي بتحاول that's a positive thing، واكتر واحد ممكن يشجعها انها بتحاول، اصلا مفيش حد يعني بينزل متعلم، هو كل واحد بيتعلم تدريجي، فما ينفعش اللي انت بتقوليه اللي هو الحل انها تيأس من عمل، ما ينفعش انها تيأس، لازم هتحاول، ومفيش حد هيشجعها اكتر جوزها، ومحدش بيتولد شاطر، ما هو بالتدريج. ممكن يكون حاجه في اتفاق ما بين الزوج والزوجه، لو الزوجه ما بتطبخش والراجل قابل حاجه زي كده وهو مثلا بيطبخ عادي، از لونج از ان في اجريمنت بينهم، فمش هيكون في كونفليكت. انا كراجل بحب اطبخ، مرات ما بتطبخش، فاحنا طالما في اتفاق ما هما مش هيوصلوا للاتفاق. ليه؟ لان الاثنين مش بيصارحوا بعض، ما دي مشكله، ما فيش كوميونيكيشن وما فيش مصارحه. يا فالاحسن الاكل مع بعض يساعدوا بعض، بس لو طلع وحش يبقى احنا لابسين، لو طلع حلو يبقى احنا واكلين. مش معنى ان العيال بتاكل الاكل حلو يعني ده حاجه. بص يا هاني، لا على فكره هاني اميره بتعمل اكل حلو. شكلك انت واشرف رايحين مع شكلنا انا واشرف ناخد اوضه وصاله. بس هي اكلها حلو، لازم تعزمكم. ايوه هو ده سلبي ولا ايجابي كده؟ هاني هو يتجمل. طيب يبقى احنا قلنا يعني اول حاجه لازم يكون في تراست من الاثنين، عشان نحط ايدينا على الهايلايتس بقى، يبقى لازم يكون في تراست، ان في محبه، وان اللي قدامي قاصد خير، وان اللي قدامي بيهتم بيا، وان اللي قدامي نيته يعني صح. تاني حاجه لو هبدي يعني نصيحه ابتدي ايجابي وانهي ايجابي، افتكروا الكلمه الساندويتش ثيوري، اوكي بليز كيب ذات ان مايند، لان احنا اللي بيحصل ايه، لو انا هستخدم برضو نفس طبعا في امثله كتير جدا، لكن لو هنمشي على مبدا الاكل، ساعات الزوجه او whoever is cooking يعني الطبيخ بيطلع حلو 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 حلو، مفيش حاجه بتتقال خالص، اول ما يطلع مره الكلام او الاكل وحش، ايه الاكل ده، ايه اللي انت عاملاه النهارده ده مش حلو، طب ما انت ما did not appreciate اللي فات قبل كده، فما ينفعش ان انا بس انقد فقط، لازم زي ما انا بانقد لازم يبقى فيه ايه تشجيع. فنفتكر كلمه الايه، انا هكتبها هنا كده، ساندويتش ثيوري، نفتكرها
ياريت نبقى كلامنا مع بعض في كده. الحاجة التانية أنا بيقولوها كده في الكونسلينج، لما تقول على مشاعرك ما تبديش مشاعرك بأن أنت تبتدي تهاجم اللي قدامك. يعني إيه؟ مش هقول أنا مش شعرة باهتمام لأن أنت ما بتاخدش بالك وأنت ما بتعملش وأنت ما بتقولش وأنت دايما what they say use I statement. تسمعوا حكاية I statement؟ I feel neglected, I feel hurt, I feel disrespected. Talk about your feeling only without a without attacking اللي قدامك. لأن أنا لو أنا ابتديت الحوار بأن أنا I attack اللي قدامي، الرياكشن هيكون إيه؟ defense. مفيش conversation، مفيش أي حاجة بناءة. أنت بتهاجم اللي قدامك بيدافع، أنت بتهاجم اللي قدامك بيدافع. ليه؟ علشان أنا ما حطيتش إيدي على المشكلة وابتديت I feel كذا كذا كذا. فلو أنا ليا عتاب على اللي قدامي، يعني like ممكن نتكلم بعد ما نهدى ونقول I feel disrespected، فاللي قدامي هيقول إيه؟ When did you feel that؟ هيبقى المكالمة أو الحديث كله على الإيه؟ على الفيلينجز، مش أنا هدافع because I felt attacked. شايفين الفرق؟ يعني لما واحد يجي يقول أنت عمرك ما بتاخد من اللي أنا بعمله، عمرك ما بتلاحظ، عمرك وأنت مش مهتم بيها، ده لو كانت مش عارف مين عمل إيه كنت أخدت بالك أنت، فهو طبعا هيبتدي يقول إيه؟ ما عملت كذا 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 وأنت بتاخديش بالك أنت كمان، وبقى في مقارنة ويعني. لكن لو هي قالت يعني I feel disrespected, I felt hurt because I was not acknowledged. What I make when I try to make something to look better or to look prettier, you don't acknowledge. فهيقول لها طب when did that happen؟ ويبتدي يعني يتوفي. فنقول كده الايه؟ ال I statement. So far so good. حاجة تانية احنا قلنا عليها، لما هو قال ان هي ايه، هي هتتسلط علينا وماما ولا حاجة كده، لازم دايما نفتكر ان انا ومراتي او انا وزوجي تيم واحد. بالضبط كده، we're one team. the fact ان هو بيقول لها ان او هو في ذهنه بيقول هتتحكم فيها انا وامي ولا ايه، معناها ان هو ايه عامل ايه separation. ودي اخطر حاجة، يعني دي اكتر حاجة الكنيسة في سر الزيجة بتقول ايه. وسيد المسيح احنا في الانجيل بتاع سر الزيجة لما جم الفريسيين بيقولوا له أيحل للرجل ان يطلق امرأته لكل سبب؟ قال لهم ايه؟ اما سمعتم من البدء ان الله خلقهما ايه؟ ذكرا وانثى، لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته، فلهذا ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا وروحا واحدا، فما جمعه الله لا يفرقه انسان. هو هنا فرق الإنسان، ده ممكن يكون جوه البيت على فكرة. يعني الكلمة اللي قالها سيد المسيح ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان، التفرقة أو الإنسان اللي بيفرق مش دايما من برة، ممكن يكون الإنسان اللي بيفرق من إيه؟ من جوه. فالويز ريمبر ذات إيه؟ إحنا فريق واحد. تمام؟ مبدأ مهم جدا برضو، مش هنعرف نصلح اللي مش هنقدر نواجهه. نقولها تاني، مش هنقدر نصلح اللي مش هنقدر نواجهه. يعني هل هو كده حل المشكلة اللي بينها وبين هير إن لا؟ لا. هل هو كده حل المشكلة بتاعة الطبيخ؟ هل هو كده حل المشكلة ان هي دايما always feeling ignored او neglected او اي حاجة بتعملها هي مش حاسة؟ هو كده he يعني he acknowledge it, he did he solve it. فاللي انت مش هتواجهه مش هيتصلح. واخدني بالنا؟ نعرفها كده، اللي انت مش هتواجهه مش ايه؟ مش هيتصلح. دي نكتبها ازاي دي بقى؟ دودو تفضلي. مش بس اللي مش هيتواجه مش هيتصلح، لا ده ممكن بعد كده ينفجر. يعني اخر نقطة بقى. اوكي. until when يعني they gonna bear each other، يعني هي bear يعني how much؟ ما في الاخر بعد كده برضو هينفجروا هما الاثنين ايا كانت. هي هتعرف ان هو
متضايقه من المواقف الصغيره دي, وهو هيعرف هو كمان هيتضايق من المواقف الصغيره دي, فهتتجمع كلها. It's piling up. Yes. Yes. بالظبط كده. ودي هتبقى اخر نقطه. قبل ما نقول اخر نقطه, قبل ما نمشي, في اي كومنتس ثاني؟ طيب, فاحنا قلنا لن تصلح ما لن تواجهه. هنتكلم بقى ايه في هاني, اتفضل, ولا اميره؟ ام سوري, اتفضلي اتفضلي. لا لا, لسه ما كنت, ما قلتش حاجه, اتفضلي. عندي مشكله معاهم ان في الحاجات البسيطه دي عندهم مشاكل فيها. طب لو يعني لما يبقى في مشكله فعلا هيعملوا ايه بعض؟ لا, ما دي هتبايل اب لغايه ما تبقى في مشكله فعلا. بس دي مشاكل بسيطه قوي, ممكن يعني يتناقشوا فيها بمنتهى البساطه ويقولوا رايهم فيهم بجد بمنتهى البساطه. ما دايما ده احنا ده اللي بنقوله, ما دي المناقشه اللي احنا عايزين نوصل لها, المناقشه الايجابيه. لان انا هاخد معاكي سيناريو واحد بس, زي ما نونا وهاني قالوا في موضوع السويتس اللي هي قالت عليه. فهي طنط ماما تيتا جابت سويتس للولاد كتير جدا. نيكست تايم هي جايه تفيزيت, هي فاكره ان جوزها قال لها, واخده بالك؟ فالجاب التاني هتعمل مشكله ومش هتعمل مشكله؟ اه طبعا. فهي تبدو انها صغيره لكن هتكبر جامد بعد كده, لان احنا اجين ما واجهناش, فبدل ما واجهناش ما صلحناش. فيبقى سو فار اللي قلناه, واحد لازم يبقى فيه تراست. اوكي, اتنين, لو انا هبدي رايي استخدم الاي ساندويتش ثيوري, ابدا ايجابي, قول ان ان فيري نايس واي يور ادفايس اور عتابك وات ايفر, وانهي ايجابي. يوز اي ستيتمنت, اي فيل هيرت, اي فيل ديسريسبكت, انا حاسه ان انا يعني مش مهتم بيا, انا يعني رايي ما بيتسمعش, حاسه ان انا اتجرحت, خدين بالنا. افتكر دايما انا ومراتي, انا وجوزي تيم واحد, احنا مش ضد بعض, احنا وان تيم. ودايما عدونا اللدود هي المشكله مش احنا, خدين بالنا. كنا يعني لما بنقعد كده مع كابلز ونتكلم في مشكله, واساله او اسالها, ممكن تقول لي ايه مشكلتك او ايه مشكلتك؟ اول ما يقول لي مشكلتي هي مراتي, اقول له هي دي المشكله, ان انت فاكر ان هي المشكله. عمر ما المشكله تبقى شخص, عمر ما المشكله الزوج ولا عمر مشكله الزوجه, المشكله دايما من بره, لان لو احنا ماشيين صح احنا الاثنين ايه, واحد. اوكي, مش هنصلح غير لما نواجه. المواجهه فيها ايه؟ فيها عندنا 3 options. اول حاجه, وده اللي عمله الاخ ده واللي هي عملته الاخت دي, عملوا ايه الاثنين؟ هرب, سكت, هرب, كبت, غضب, صح؟ لان هو عمل ايه؟ عمل يحوش, piling up, سواء هو او هي, واخدين بالنا. عشان كده في الاخر الراجل قالك يا عم سيبك بقى, ايه الوجع الدماغ ده, الراجل frustrated already, عشان he's piling up. وهي كمان بتقول هو لا قال لها ولا اي حاجه زي كالعاده, هو ولا هياخد باله. الاثنين frustrated لان الاثنين ايه, ساكتين. فده الاوبشن ده مش حلو. ايه الاوبشن الثاني اللي مش حلو برضو؟ هتواجه وتخانق الوقت الغلط, يبقى كده مواجهه بدون حكمة في وقت غلط. سوري انا بكتب عربي بقالي كتير ما كتبتش عربي, سوري معلش. اوكي, دي برضو غلط. يعني هو لو جه وقال لها ايه الاكل ده وحش, وده ما تسموهوش حواوشي, ومش عارف ايه, تعال يعني فينك يا ماما, وفين اكلي يا ماما, وفين ده كده, يعني ايه لا كده شكله يروح معاك انت وهاني في الحته اللي يبقى الاوبشن الثاني اللي هو الاخير بقى, اللي هو الاوبشن في المواجهه, اللي هو ايه؟ اتكلم using الساندويتش ثيوري بحكمه في وقت صح. using I statement, واضح كده؟ فلو انا اتكلمت
يعني ممكن بعد دي يعني زي ما انت قلت كتير زي ما ريمون قال هو ممكن يعدل يعني كتر خيرك وشكرا وthank you so much بعد كده بعد ما الدنيا تهدى كده والله على فكرة المرة الجاية لو كنت زودت دي على الحوشك بقى أحسن ايه رأيك نعمله مع بعض المرة الجاية انا وانت كده نحط الفيديو بتاع اليوتيوب ونعمله مع بعض ايه رأيك في so many ways we can address that issue right بس احنا دايما ايه دايما مندفعين I have to prove that I am right and she is wrong. I have to prove that I am I'm right and he is wrong. ليه؟ احنا تيم واحد. خدين بالنا؟ يبقى احنا قلنا المشاكل دي كلها عنده هو وعندها هي. قلنا لازم يكون في مصارحة. هبدي الرأي by using the sandwich theory. I use I statement. Man, do not attack because if you attack, the only way the other person would reply with defense. احنا فريق واحد. مش هنصلح لو ما واجهناش لما اجي اواجه ما ينفعش اسكت واكبت واغضب ابقى فرستريتد انا مش بصلح وما ينفعش ان انا اتكلم في نفس الوقت اللي احنا الاثنين فيه تنس واتكلم في وقت غلط بطريقه غلط اهدى شويه وبعد كده نتكلم using the I statement using good ways of communication that's اكيد احنا اخذنا يعني محاضرات كتير how to be assertive and at the same time have to be active listener I'm very sure انت حفظت النقط دي كلها يعني وفي الاخر يبقى ايه يبقى في using the I statement يعني any questions كده by the way يعني برضو بيقولوا في بعض يعني الكونسلنج علشان اتكلم صح حط مكانك مكان اللي قدامك يعني لو انا اللي عملت الحاجة دي وانا بسألها احب اسمع ايه وما ينفعش ان انا اقبل اه بس برضو بنقول دي للسيدات وللرجاله ما ينفعش لما نعمل حاجه وعلى فكره دي عند الستات والرجاله واخدين بالنا يعني لما يجي الراجل مثلا يصلح حاجه في البيت ويجي يسال مراته ايه رايك بقى في اللي انا صلحته ده حل المشكله اصلا يعني هو رامز مش هنا ولا اوكي دي رماجة رامز على فكرة احنا جايين نهدي نفوس يا جماعة سأنتشر يا رامز برضو في حكاية نواجه دي انا بتالي برضو محتاجين نراعي الاذر اكستريم اللي هو don't overdo it لان ساعات لو الواحد طول الوقت حاسس انها الموضوع لا تعالى هنا نتكلم في النقطة الفلانية اتكلمنا فيها وبعدين في نفس اليوم حصلت حاجة تاني طب تعالى بقى هنا نقعد نتكلم في نقطة فوق عشان عايزين نطبق النقط اللي بنتكلم فيها دلوقتي فإف وي أوفر يعني الواحد لازم يبقى عنده برضو سنس إن هو ما ينتقدش الشخص طول الوقت ويقول تعالى نشوف حلول أو يعني لازم تبقى فيه برضو جود سبيسنج الحياة مش هتمشي كلها ال 1 2 3 اللي احنا كاتبينهم دول بس there has to be a lot طبعا of يعني change. على فكرة احنا دايما بنقول كده مفيش حاجة اسمها perfect marriage في حاجة اسمها ايه successful marriage Perfect marriage does not exist on earth. Okay? لكن successful marriage does. والsuccessful marriage مين هيحصل مشاكل واحنا بحكمة من ربنا بيدهلنا ومحبتنا لبعض بنعرف ازاي نحتويها ونحتوي بعض. يعني ما ينفعش الزوج يبقى مستني اه ده حاجة سلم ايدك انت اللي انت عملته حلو. ولا الزوجة برضو من ناحية تانية كل اي حاجة تعملها لازم زوجها يقول يعني دي حاجة واو. لا ممكن نقبل يعني constructive criticism. ايه المشكلة؟ طالما في تراست طالما في محبه طالما احنا عارفين احنا تيم واحد وهدفنا سلام البيت ليه بنخاف نقول الراي الصح بالطريقه الصح في الوقت الصح ليه ما نديش المساحه دي لبعض ليه احنا we're trying to avoid خايفين من الرياكشن السلبي ليه ما بقاش فيه كده بيسموه كده يعني ايه سيف انفايرمنت واخدين بالنا في ناس كتير لما تيجي تتكلم بنحس ان هي ايه خايفه بنقوله it's a safe environment you can talk it's okay no one here is to judge you فلازم احنا ما نبقاش احنا واقفين نجادج each other احنا one team لو انا I judge my wife or I judge my husband طب انا I judge myself هي النقطه بعد يعني بصراحه يعني اللي يمكن من اهم النقط ان احنا نعرفها ان احنا فريق واحد دي لو احنا عايشينها لا هنخاف من بعض ولا هنترهب من بعض ودايما هنقبل الحاجات اللي بتتقال صح بنية صح ده لو احنا في تراست واحنا فريق واحد
مش كده ولا ايه؟ ف this is what we need to work on. Any question؟ مش عايز اطول اكتر من كده عشان احنا over time. Any questions? Any other comments? We're good. لو المجد دائما ابدا الابد امين.